الرحمن الرحيم. سبحانك ربي عظم سلطانك وجل شانك وجرت قدرتك. اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا، وإخلاصي عند ذكرك موحدا، وإقراري بآلائك وأنعمك معددا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران الأعطران على سيد الأكوان نبينا الهادي بإذنه إلى طرائق الرحمن. الرحمة المهداة جاء مبشرا، ولخاتم الأديان قام فأنذرا، ولمكارم الأخلاق جاء متمما، يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم الجمعة من هذه الرحاب المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء، وننقل لكم على قنوات مصر الأولى والفضائية المصرية والنيل الثقافية والقنوات الإقليمية وبعض القنوات الخاصة وشبكات الإذاعة المصرية. قم في فم الدنيا وحي الأزهراء، وانثر على سمع الزمان الجوهراء، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرا، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرا، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. إخوة الإيمان، الجامع الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء ورمزا للعطاء على مدى تاريخه، حظي بمكانة عالية بين المسلمين في شتى بقاع الأرض، فأوفدوا إليه أبناءهم يتلقون العلم في أروقته الشريفة وعلى يد علمائه الأجلاء. الأزهر الشريف بما يحظى من وسطية وفكر معتدل تمحو بهذا الأفكار الضالة والشاذة، وتحمي المجتمعات وتنشر قيم الإسلام وقيم الإنسانية والتسامح. إخوة الإيمان، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف نبدأ لقاء الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك، فإن أفضل ما تلاه التالون وعمل به العاملون كلام من قال للشيء كن فيكون. قال الله تعالى: وبهديه يهتدي المهتدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، ونحن في شهر من الأشهر الحرم، شهر الله رجب، هذا الشهر الذي فيه ذكرى عظيمة، ذكرى الإسراء والمعراج. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، ويرفع النداء الشيخ محمد عبد الغني السعيد. الله أكبر. الله أكبر. الله
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع النداء الشيخ محمد عبد الغني السعداوي من أئمة الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف، هذا الجامع والجامعة لم يكن مجرد ذلك، بل كان شمسا جديدة تدور في فلكها رحلة العلم والثقافة والعقل، حاملة ضياءه إلى البلاد القاحلة، كما كان حارسا لقيم الدين والدنيا بما ينجب من العلماء الذين يمثلون بورعهم واستغنائهم وأخلاقهم وشجاعتهم أسمى خصائص القدوة الصالحة والأسوة الحسنة، هذا المحرر العظيم للضمير الإنساني ولإرادة البشر أفرادا وشعوبا. إخوة الإيمان، موضوع خطبة الجمعة لهذا اليوم يدور حول مقام العبودية وأثره في إصلاح المجتمع، و خطيبا معنا في هذا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور فضيلة الأستاذ الدكتور الذي يلقي علينا خطبة الجمعة لهذا اليوم، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف.
إخوة الإيمان، ونحن في أيام مباركات، أيام شهر رجب المعظم الذي هو تمهيد وتقدمة لشهر رمضان المبارك، علينا أن نهيئ أنفسنا وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة حتى ندخل إلى هذا الشهر الكريم ونحن مقبلون على شهر عظيم مبارك. إخوة الإيمان، في الجامع الأزهر الشريف أرى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا خطبة الجمعة لهذا اليوم، وموضوعها مقام العبودية وأثره في إصلاح المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
الحمد لله هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، الله رب العالمين إذا أراد أمراً قضاه، فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. والعباد خلقه، فهو خالقهم ورازقهم، وهو الذي جعلهم خلائف الأرض لينظر كيف يعملون. وكلما ارتقى العبد في العمل سمت درجته ورقت رتبته، فعلى قدر تحقيقك لمقام العبودية ربك تكون منزلتك عنده. ومقام العبودية لله هو أعظم مقام وأشرف درجة وسيد العابدين أسعد الخلق سيدنا محمد حقق المقام في العبودية، فكان صلى الله عليه وسلم إذا قيل له من كثرة قيامه لربه وسجوده بين يديه، كان إذا قيل له لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت المحبوب، فكان صلى الله عليه وسلم يجيب بما يجلي قدر اجتهاده في تحقيق عبوديته لربه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والمتأمل في آيات القرآن الكريم يا
يجد أن الله تبارك وتعالى عند ذكره للطائف الربانية والمواهب اللدنية التي خلعها ومنحها لسيدنا محمد، لا يخاطبه ولا يسميه إلا بأشرف اسم وأعظم درجة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما على عبده، إنه الحب من الخالق لمن اصطفاه عبدا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام التحدي والإعجاز لمن تحداهم الله تبارك وتعالى بمعجزة النبي العربي المحمد، يخاطبهم الله بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وحينما أراد الله تبارك وتعالى لنبيه أن ينال مشاهدته وأن يستغرق في أنواره وأن يخترق الحجب وأن يصعد إلى السماوات العلى حيث سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. خاطبه ربه بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأراد الله لكم أيها العابدون أن تمنحوا رتبة العبودية، ففرض عليكم معراجا يوميا لترتقوا بعبوديتكم إلى خالقكم وسيدكم، ففرضت الصلاة عليكم في السماوات لتكون معراجاً إلى ربكم تعترفون به بتذللكم وتواضعكم وعبادتكم لرب العالمين. الصلاة معراج، والعباد يحتاجون إلى هذا المعراج، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي مقام التحنن مع رسوله والتلطف به: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بقي النبي المكرم والمصطفى المختار عبدا لربه
إلى أن لقي مولاه. فكونوا عبيدا وعبادا لخالقكم، فبتحقيق عبوديتكم له ينصلح حال المجتمع الذي تعيشون فيه، ويتحقق الأمن والطمأنينة، وتتألف القلوب على الحب والود، لأن جميع من في المجتمع هم عباد لله يخشون ربهم ويدعونه خوفا وطمعا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، العبادة ومقام العبودية لا يتوهم إنسان أن مقام العبودية لا يتحقق إلا بملازمة بيت من بيوت الله، يبقى المرء فيه عمره كله. كلا، إنما يأخذه العبد من بيت الله ومن فعل الطاعات إنما هو شحنة إيمانية وطاقة روحية ينطلق بها العبد الذي حقق مقام العبودية لمولاه في جنبات الحياة، فيعمرها. فالصانع تتحدث بحسن هندسته، وكل مسؤول إن أراد أن يحقق مقام العبودية لله فعليه أن يكون مصلحا للمجتمع الذي يعيش فيه، فمتى قام بالإصلاح في المجتمع كان عبدا ربانيا محققا لمعنى العبودية لله رب العالمين. رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يلازم المسجد، فقال له: يا هذا، من ينفق عليك؟ من الذي يدبر لك أمر معاشك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين أخي. فقال له عمر: أخوك أعبد منك، الذي يضرب في الأرض ليوفر لك القوت أعبد لله منك. حقق مقام العبودية لله أكثر ممن لازم بيت الله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ملازما سارية من سدلولاتها، سدد الله عنك دينك، وفرج عنك همك، وكشف عنك كربك. فخرج الرجل مشحونا بالإيمان بالطاقة الروحية، وانطلق في الأرض وضرب في جنباتها، فكسب وسدد دينه وأزال الله عنه كربه. تلك هي السعادة في تحقيق مقام العبودية لله. يا عباد الله، أيها المسلمون، حققوا عبوديتكم لله، كونوا مجتهدين في تنمية أوطانكم ومجتمعاتكم حتى يسعد المجتمع بكم، ويفرح بكم رسول الله، ويفرح الله ويرضى عن أعمالكم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر،
الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تمكر بنا عند الخاتمة ولا تجعلنا من الغافلين. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا دائما أبدا ما أحييتنا. مقتك وغضبك عنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. احفظ مصر من كيد الكائدين. اللهم احفظ مصر من حقد الحاقدين. اللهم احفظ مصر من حسد الحاسدين. احفظ اللهم مصر من مكر الماكرين. احفظها يا ربنا واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وفق اللهم رئيس جمهوريتنا لما تحبه وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. عباد الله، فستذكرون ما أقوله لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا استحضروا عظمة الله في قلوبكم، واعلموا أنكم واقفون بين يدي الله. صلوا صلاة مودع، حافظوا على التباعد فيما بينكم، واسألوه سبحانه وتعالى أن يكشف عنا وعنكم الوباء والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر، الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. الله أكبر.